السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زول في الأول هي أصدقائي من الغدان فنسيرت أوسكواس والسين والموز الماس لتوزيام أني موين ثقيني تنسيرت من قاعة ثلاثة هنا اللي لنا ثلاثة هنا هي ثلاثة هنا وقلي تضاري سمزورون خمم خمم دقوهيل من أوسكواس والسين والموذ ألمس. إذن هذا هو النص الأول الذي درستموه في اللغة الأمازيغية. هيد نبدو ثلاث هنا تصدر تقديم في القدمة. هي ثلاث هنا هي قرية قديمة. شفاد إيلل سمياغا زمان البحار. إيلل معنى البحار. إذا تتذكر البحر حين احترق وقيل زمان معنى الجملة من هذا الجزء ما كنا يا نشادنا تلمو تقديم أزاريس ذا مازيغ. إذن لزوجيني نس ذي مازيغان ذا مازيغ يكاد سنيه في الليل كيف سي لا بيريود في الليل سي لي بيريود تسمى تدار تقيث لا لي بيريود نزيح 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 هي ويل إذ يشفن الذين يتذكرون قارند باللي إمزورة انت الدرس انت ديانا. اذا الكبار السن او العجزة الذين يتذكرون يقولون بان هذه ثلان ديانا فروريند امزدارنسن تسمى امزورا لي بروميي لي بروميي ابيتون انت الدرس تاكي صدير امزورا اكزدغان انت الدرس تاكي فروريند سقوذرار سقوذرار نواث قليعة. اذا جاءوا من جبل اثقليعة سقوذرار نواث قليعة سي العرش ناث جناد هي وقي اذا راكي ناث قليعة يتبع العرش ناث جناد يدي يطفل ستدير راسو عندي لاغ العرش هاك ناث جناد يطفل سيك 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 زرخفاون في زرخفاون هاكي ذا غنسى مناط سي ثمناط نوصفون ستدير اث جناد هاكي طفل سوك زفون سي الحدود نوصفون ألا ماذا سون الواجنون ألا ماذا واجنون ألا ماذا فوض غير واجنون إهي هي أصف أكد واجنون ذا العاش نتج الناف إجلان ثارض أكين أرث العذار ذي عزوهن إهي أتوض أكين أرث العذار ذي عزوهن إهي هي أرث مناطين أجي ذا العاش نتج الناف سدارثاك مقرن ذي ثغيوان إهي هي قرية الكبيرة في البلدية ثغيوان ذا البلدية نفريحة بلدية تفضى رفع عشرة نيدار ما للناد إذا ما يجي أشوف إذا ما يجي ذا العائلة ذا لي فامي في مقراني هي عائلة كبيرة أثبراهم نسعى لا فامي أثبراهم أثجقالة أثمحند يفسعين يبوشوكن يعديون أث يوسف أثو قنون أث وحلي أكو ذي قجير هي تجيني إتي وشولين إجلان دي ثلاث يانا ثلاث يانا ذوال أنت مازيغ فيه أشو المعنى ثلاث يانا الاسم جي أشو ذوال أنت مازيغ هو اسم أمازيغي ذو الديس أشو المعنى ذو الديس مركب ذيكس سين ذيكس سين نيمور نسعى دو بارتي أمور سيتون بارتي إذن نسعى دو بارتي لديه جزئين ثالا نسعى الجزء الاول ثالا الجزء الاول من الاسم ثالا ذغفالو شنو معنى ذغفالو ذا لا سورس ذا المنبع دونك ثالا ذا المنبع ذا ذيه إذيه أمزن ومن هي ذا المكان عند قوان ومن أمزن زعما قوان كثير الماء الماء متى جانا أما الجزء الثاني الذي هو ثيانا ثيانا تجر ماء يسهل ذونا هي أشو ثيانا هي مجموعة من الأشجار والآبار محسوف ذياما ذياما ذا الغابة غسكن ثورة في لوينس نقذوانت شو زعما في لوينس نقذوانت زعما شو غجا مكادي نوب ديسباري روحنت نقذوانت روحنت ثيتشاتو ماذا هي ثا صفر داخل نو ماذا ف يبيتو سياخ يبو السياخ سي الانجراف اذا ثا تخش داخلو ماذا ف يبيتو سياخ ما تسياض يروج نتاكو دونك
إمتى أتشعو أزال نازوج ألاف وخمسمية ذمذان أمور أم قران دي سن دي نوار يهي نسعى أز شحال تسعى نمزدا لديها 2500 ساكن سكان شحال تسعى 2500 أمور أم قران دي سن الجزء الأكبر من بينهم ذي نوار تستطيع ذي خدامان عمال شران نظام ذي فلاحن والآخرون فلاحون ذي الفلاحين مذويض ذي مينيهن أما الآخرون مهاجرون دونك شرا ذي خدامان شرا ذي فلاحان شرا ذي نوار شرا ذي مينيهن زعما ذي مينيهن مهاجرين ثلاث ديانات زقاد ذي ثغيوانت نفريحة ثلاث ديانات توجد في بلدية فريحة ذي العاش ناتجناد إذن في عاش أتجناد تفعد غاف تمدين تلتيزي وزو أزال 40 كيلومتر إيه تبعد عن مدينة تيزي وزو ب 40 كيلومتر في كثير يخامني سفنان سوزروف تفزة هي بناياتها أو بيوتها بنيت بالحجارة أفريد أم قران يتشاريان ذكوغير نفلا صغير ودا إذا لديها طريق كبير يقسمها من الجزء الأعلى إلى من الأعلى إلى الأسفل صديق قسمها طوليا صغار ودا يبضف الدات غفسين قسم القرية إلى قسمين يعني غرس عن يبادن إجيزمن إذا ماجي سهلاوي صديق أوريزونتالمون إجلاوي أوريزونتالمون سوين سجوهم موض غارو ثارم إذا يبادن أجي من خذون من الغرب إلى من الشرق إلى الغرب يل الحارة تسعى أبيض يدي السفغون غارو بيضا أجدان إذا كل بيت لديه طريق يخرجها إلى الطريق الرئيسي هذا جدان الطريق الرئيسي هي غارو كفا إلى الشمال يسفورس شطاطيس وهرام وانتاجا هي دقيني إلى الشمال نجد هرام وانتاجا يجي ماذا زرو ذو ذرر نواث قليعاد نثني إزديران تيلي يثيطي يضغن أتسيق غريلل هي دقيني قليعة نثني إزديران إزديران ثيط لكن أتسيق غريلل تسمى أذراني لان أنفاسينس لو كان ماشي ذا نساك لو كان ماشي ذا ذراراكي لو كان ماشي ذا ذراراكي يجي ذي زمرة تواليض غريلل نا تواليض غار نفحة هي ذو قز دي غمن ثيط غار الجهة الجهة نجفة غارونزون نغار للجنوب ثم فيفوس إلى الجنوب صدير الجهة اليمنى ذا جرار إجيفار إديفغان سكتي ميطيس صدير إلى الجنوب نجد أجرار أجرار في منطقة نقرس أجرار إديفغان سكتي ميطيس ماذا الماجن ذم الغني ذا يمير نيزو غاريس صدير لإزوغار ذا ماشي ذا الهضبة أزغار ذا بلا البلا لبلان لبلان من قار أزغار دونك ذا جيني ذا جزاغار أنف المجن أكيد ملغني غارو ثرم إلى الشرق تي مرزوغا ذوات بوعلي إلى الشرق أنف في مرزوغا وكذوات بوعلي في سبورسن في فارس هي ذا جي غارو غمور أغمض نلات ذا الشرق غارو غمض تاكر سيف ذي خارفان تاكر سيف ذاكو ذي خارفان غارو غمض ذا الشرق نف ذي سيف ذاكو ذي خارفان زيك لن يدس ذا مثل في القديم كانوا إخوة وقبل أتسريفين ذا قوذف قبل أن يهاجروا أو أن يدخلوا في متاهة شغل أوذف ذا أوذف شغل ذا الغار أتسريفين ذا قوذف ذا جيني ذا المعنى استطيع أكبر زمان شيء بغادي يعني ذا جيني أو ذف ذا تسمى وغاجن اسمس ثور غاجن مشي ذا مثلا إذا ما روت مزارنا لا إذا ما مشيم زيك العلاقة مشيم زيك كلي لا علاقة تصفف بالدو ما غارو موض نوقفة ذا غريب الاثنين موض نوقفة هي النف الشرق الشمالي
ضعيف الاثنين إرادة زونهم بانن التنزل هي ضعيف الاثنين لقيني منطقة اسمها ضعيف الاثنين اتنف غير الشرق الشمالي نتلانت هنا إرادة الزون صدير يأتون إليها إرادة الزون يمذانن الناس التنزل صدير لكوميرسون إذنية اسمي تدرس ثولا صدير زيك تروحون دار لنا أغريبا جي الاثنين يشغل السوق تسند وذي زنوزون تم يقان لنا تروحون وكي تسيي الثما ضرحنا وكس الاثنين ضرحنا على غريبا جينا الاثنين يلي يوانا شاريا وي تعوسا إكسا أما ذي في الحيث يتما أما ذي أما يخدم يتما تاوين على لنا زنوزون تاوين دشوت نخصو هي ثورة أي ذزني نغ سوقني ورد يقيم ذي سكرة هي لم يعد هناك سوق في هذه المنطقة إمي أولاد راوي سارسيا القرار شعبه الذي يعطون له القيمة والذي شغل يقيمونه هنا جن عند النظام استطيع هاجروا إلى منطقة أخرى هاجروا إلى منطقة أخرى إذن نجد أن إمز دعاقي إلان غريب الاثنين إمز دعاقي يخدمان السوق جين غريب الاثنين أثنف هجر نوكلي إيه السوق نيقيم كان ذاذي ماشي أمزي غسك انت لانت هي نتسدف رغم أن نجد ثلاث هنا هي قرية أتفضل ذيك سين تفغل تجد كل ما تريد أصغر انتوجية صديق نجد سبيطار أو مشفى سنات القهاوي نجد مقهى ثني مقهى يين في حونة ذو تصن تنوفا في ذبلانين إذن كل مرافق المرافق التي يحتاجها الإنسان فمزنا لابوست ثاغونت انتغيوانت البلدية أكوذ ونار ندفخ ونجد ساعة لصطاد نار ندفخ لصطاد يعني من قار ملعب كرة القدم لا ساعة أربعة لجوامع لديها أربعة مساجد الجمع انتعوينت مسجد ثعوينت مسجد انتقشوط الجمع المس الجامع المسجد الأوسط الجمع نودا والمسجد الموجود تحت هذه القرية وفي الجهة السفلى من القرية زميرات نيني تحت دونك الجامع عند قشوط الجامع كي عند قشوط والسينيكي فاش نهضر هذه سميس إذا واليس هي زعما المعنى جسم النينس نفسه صدير يبين ماذا نفعل فيه ذيس إيروون والثدات يجتمعون أهل القرية يوقصار دون شرح لي ليتحدثون و ويبتسمون زيك ديس انجران اي اين تحويجين في يرزا اذا يرز قاعد تقشط العصا دونك في القديم ماذا يفعلون في هذا المسجد ينحتون الاشياء التي يحتاجها هنا التي يحتاجها الانسان للحرث الرسام الزاليف يبد اموغودي اذا حتى الان ما زال لم يحدث له شيء يزبا يثلا نمزرو صبرا او صمدا لي ثلا في الناس لي بيريود لازمنه التاريخ مثل الجماع المس اما المسجد الاوسط ابن تاعو كذا مقارن فهو الكبير في هذه المساجد ريسن إيمي والسناس لبني لأنهم رمموه ديك سجوسن سبعين رمموه في سنوات سبعين يقال إتظاليف ذي هيروان إمقارنا ننتدف إذن هذا المسجد الأوسط يصلون فيه ويجتمعون فيه ثلانت هنا في النزوات النشرح زمرض أتواليف ألما ذندر إدياريه لي تيليس إذا هذه القرية الانتيانا هي مفتوحة تستطيع ليست مغلقة ليست لا يحدها شيء من أي الجهات حشق الجهة يلن رنف هذا راني ازديران كثيليس سينو أتوارغ عند حشما ذندد رفي الطش عند حشما ذندد ينتفوك في مغلي هي كي يبغى ديني أذرر نجرجر لاربعان وثيرفن لون كان والي
الجهة كي سنا ثمن وين انت دار تاكين زمارت ولا في اذران جارجار اربع وثياثن الجمعة الساري جثي الجار يغفظ ينتي زيوزو في قبعين مث مقلف ذا ساون إهلينش تيجيث نغني نشارقي هراكي ديارن أهديل إيوالنيش إيه حشمات ولا ذا ساون مث مقلف ذا ساون إهلينش نال ثمو علينش نال بصعينش تيجيث نغني نشارقي هذا بيبني نغذى ذرعني نغني شرقي هاك ديارن اهديل ايوالني استطيع شغل اهديل شو المعنى زعما اي ديار في لي ايوالني استطيع سينا تحد مغلي ناسينا اتحبس لافي ثورة اكياف الدرس سمغار ايجو فارس اذن الان هذه القرية توسعت من كل الجهات غريال ثما دونك توسع سمغار ايجو فارس غريال ثما توسعت من كل الجهات غرز المر الى اليسار غار يفوس الى اليمين ذاك السار الى الجهة السفلى هذا سوون الى الجهة العليا امثو غال فانطاب سودرين ازديزين حتى التصقت مع الكرة المجاورة ازرو تمازوغا ما غارزدت ما غارزدت يغزر اما الى امام النهر امام النهر ذات جنان ما غارزدت يغزر اما امام ذات نجد جن كذا جيش وكذا ذات جنان يبغانا دينين دقيني ذات جنان هاكي دي قبلن سيسوكنيس إمينوثن دوفريد نوكاروس استطيع بمرافئه الجديدة يسعى أبيد كاروس طريق قسمت بينه يارس التين إثيدياتس قسمت بينه وبين هذه البلدة بين هذه البلدة هي وجد الله يسوى علي عن أذونيس بقوميس ردي بيش دو كابيلي هي إذا نكمل استقسيان المحار استقسيان هذا كما كان سؤالين سنثوني وانا جيد سألان تيانا مثلا ناد إبردانيس دخلقي ساعة إبردان سيشاجين بقو سار دسيون أما كان ساعة ودي تيجزمان سوغلاوي مثلا دقيني فدرا مثلا ودراني تيدي قفلن لكن السجاد غريلل باش تواليض غريلل نا باش تواليض على البحر ذا ذرالاقي هني وشرقي يتي دي قفلن هي النذيغة في سلان ابحثوا عن احداث ونمط النص انسي تفرورين يمزدغ انتلتي هنا شو المعنى بنسقسيقي من اين اتوا سكان هذه القرية من اين اتوا سكان قرية ثلاثة هنا يمزدغ انتلت ينا وساند نغفرورين سقدرار نوث قليعة سلعاش نوث جنان هي الأسئلة الجواب بينسن تدخل من النص بيانسير سقدرار نوث قليعة سلعاش نوث جنان أنسي إدي كوول انتلت ينا من أين أتى هذا من أين أتى هذا الاسم لقي ماشي ما أصله سكانها من أين أتى من أين أتى متدينا كان من أين أتى هذا الاسم وما معنى هذا الاسم يهين ساعة أول ثلاثة هنا يكاد سقوى أول ثلاثة يفغد يني أذيه ومان نعم كان الماء نغ أغفالو ذغفالو زعما هذا لا سورس متى هنا تجرو من يسكلا أما ثيانا هي مجموعة من الأشجار و يسكلا ذونان بقيني يسخلا ذونان يسخلا ذونان زعما مجموعة من الأشجار والآبار يسخلا ذونان هي نروح سقسي وثلاثة أنت ثو داروكوذ تشرك أم زروب مع من تشترك في تاريخها تصدير أكوذ لا تسعى المعاملة زي ثو داروكوذ تشرك أم زروب يا نفس يرسيف ثكوذ يخربان وكذ غريب الاثنين عند خدمان ثانزوث لنانا زنوزون لنا صرحون أردنا يمذنان إكزنوزيون معنا أغال يحبس يميث ولام يمزدغيس يليون سني يروح سموس سموس أمشي جاء أذم شاليس نا كيف هو منظارها أذم شال ذا المنظار يكاد أذم يكاد سقوذم في
بلوس اشال وذم نوا شاليس نغ المنظر ينس دونك اذم شاليس ينشرح ينزوى زمرض اتواليض الا مذان دي ديال رجلي فيليس دونك مش لا نمشي جا وذم شاليس اذم شاليس زمرض اتواليض دونك دلوضة اذم شاليس دلوضة ماشي دذرع دلوضة زمرض اتواليض سيال تما زمرض اتواليض سيال تما الا مذان دي ديال رجلي فيليس ذاكيني اسقسي وستة أنت فما ينشرح ديكس ما هي المنطقة المنفتحة فيها أشو دينا دين صدار فني نتفلن في ناف نشرح سيال تما إذا هذه المنطقة مفتوحة من كل الجهات ودينا نشرح سي تما تيفوس ناسي تما تظلمات ناسي قزيافة ناسي قنصو وكل جهاتيس نشرح دونك نشرح سيال تما فلن في ناف نشرح سيال تما أنا كلام بقضايس يلمد في الدار تاقي إذا نغ إلى حوديس دونك أنا كلام الواصف أو الكاتب في هذا النص وصف القرية هل هو واقف أم كان يمشي دونك الكاتب في هذا النص وصف هذه القرية واقفا أم كان يمشي هل هو كان واقفا أم كان يمشي فلان ولي دونك أنا كلام بقضايس تاقي قضايس دي كلام إلى حوديس إيمي إجلمد أك تموين أنت الدار ما أفرح هذا نيش ما أفرح ضد سي سجنزور نغمة ضد سي سي ثما تيفوس نغمة كوت سي صفي لا إلحو سقسي وست طام نغوست ثمانية أشود مالا ووالن أجافا أنظر ثمان ودا ذي في اللماس تفارم أجمو استدير ماذا تمثل هذه الكلمات الشمال الجنوب الجهة السفلى في الوسط الغرب الشرق أول نجيشو ثان دينا مالن وذي هي كلمة تدل على المكان دينا مالن وذي سيكون نمتغد أذي إمي ذي لام الوذي إلى انخد إلا ذي قضريس ووال تديس أفيثيد سين سيكزود أمشيدس هي هناك كلمة مركبة في النص اشرحها وقل كيف هي كيف هي كيف ركبت اذا توجد في النص كلمه مركبه وجدها وشرح كيف ركبت اول اوديسيلان لكوداي ساجين ساعه ثلاثه ينا ذا والدي السين وولون اسم اكودي اسم ساعه ثلاثه اسم فهي انا اسم نجيني امشي يولا يولا سي اسم اكودي اسم ساعه ثلاثه فالو معنى ذا فالو نغض لا سورس نغدا ذيك إذا يمزن ومان نسعى ثيانا تيروما أن يسكلا تيروما أن يسكلا أسقسي وسديس نغو أسقسي وسمراو نغويس عشرة دونك أسقسي وسمراو يقارد شنو أولا إكس مرس ثو قس ذو قولا ماجي إنواذي ما هي الكلمات التي استخدمها بكثرة في هذا الوصف دغولا ماجي اسمها ساتاسينا مالن انوادي هي دغولا ماجي نغ الوصفه جي استخدم اتاسينا مالن انوادي ذاك السار ثما غار زلمود غار يفوس غار روح يفا غار نزول دينام دوال ناجي استخدم اشو نوال سويس يبدا ونغلام اي لا مينس بماذا ما هي الكلمه التي بدا بها وصفه فما نغلى رضيس نغلى رمزوارو اناف يبدا اي لامس ستلانت يانا ستدارتني سيسم انتدار ثلاثة يهلم ثلا انت يانا هي يبدا اي لامس ستلا انت يانا مثلا ذاكي اشو دينا يناد ثلا انت يانا تدار تقديم ثل القدمة هي يبدا اي لامس ستلانت يانا اني تسجي قنوة هادي يوصف تسجي فاشو يخدم تسجي إدي يوصف نعطيكي دي هلا سلام غديني ونديو ساني لها يسهل أثم سيفنا ما إن شاء الله ما يبغى بي.